حاج راه ما كاينينش الوراق. واخذنا الوراق الحاج. والله شاهد الى الزياره. واش دابا نتوما جيتو تفرحوا بالمنتخب ديالكم؟ خاليين بلادكم وشحال من اسمع والله اسمع دابا انت اللي تقول لي المغرب عاد تقريب عليا دابا الله يجازيك. شفتوا الهدوء اللي ما عندناش حنا البعثه حنا ماشي جامعه. انا في الجامعه وعضو جامعي ومعاكم ولكن والله ما عندنا ليبي حنا ما كانش شحال حتى ديروا معاك الفيفا حنا يا غير مشاو الله يرضى عليك. واسمع اسمع اولدي 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 عندك ما تخرجش اسمعني علاش حنا تيبعدونا هذيك السيده تيبعدنا على اللعابه هذيك السيد سيناجي تيبعدنا على اللعبه ممنوع تقرب لها هذا هو اللي تقربوا كاع اللعبه اخرين ولا تشوف فرق اخرين لا يا يا بروبليم ما كاين لا بروبليم لا والو هذا يا غو بروبليم لا يا غو بروبليم اللي نفوس هذا ما انا بغيتو تصنعوا والله ما عندنا علاقه بالوراق الجامعه ما كاين علاقه بالوراق شنو ندير لك ندير حاجه شنو انا واحد الحاجه نعتقد بها انا مغربي انا مغربي شوف اشرف انا مغربي واحد الحاجه سي نجيب ذاك النهار بغا السيد يتصور معايا ما خليش تقول هاد الهضره انا ما والله ما خليك تفر لا ما تفرقش علاش ما يخليش داخل اذا كنا هما خارجين من الله ودفعنا دفعنا علاش دابا عندنا قول لي راسك قول لي راسك اجي الحاج حنا واحد القانون انا واحد القانون وعرفت انا غنعمل معاك شي ضربي بلاتي دابا خلي خلي بلاتي دار معاك الحاج الله يرحمه ولدي الخير ميريكان دار معنا خطا ديجا ميريكان دابا انت مالك ميريكان دار معنا دابا اجي الى خطا ولدك غنعاقبو ماشي وصافي صافي انا كنطلب منك ترونسفيري ميساج حتى واحد ما عنده الوراق راه يبقى مشكل في التيران برافو برافو معلم الحاج ترونسفيري ميساج اسمع 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 اسمعني الحاج اسمعني ترونسفيري ميساج لا لا صاف ماشي مشكل صافي تقناكم صافي ماشي صافي بارك الله غير ترونسفيري له ميساج وكاع المغاربه اللي هنا ما عندناش معاه راه هما نكمل غير مصطفى كمل الجمله ديالك كاع المغاربه ما عندهمش الوراق كاع المغاربه غادي يمشي للتيران غيبقى مشكل في التنظيم كاين 20 انا واحد منكم ولا غير اللي ما ديال المغرب كنقول لك ترونسفيري ميساج شوف ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يقدروا يعملوا الحال يحلوا لك المهم حيت هذا الماتش يمكن ما كانش مخليين خادمين انا عندي مشكل مع الباترون ديالي في السيمانه ديال الكونجي جاي من فرنسا باش نتبعهم ما كنلقاوش ورقه الحال ما يجي ما حدش يهضروا باش نتلوك اسيابرو اسيابرو الله يجازيك بخير راه اللي دافع علينا تيطلقوا واحد بالنسبه للوراق تجي تلقى النيبالي وما بغاش قارينا صح ما جيش غير تسمعني ما كاينش باسبور شوف الهضره خاويه لا مشارك العالم هنايا مشارك العالم كيف انت كيف الناس اخرين بحال بحال واش كتبوا عليكم ما كاينش الحمد لله علاقه طيبه بين المغرب وقطر شويه دبلوماسيه كبيره جات القاسم انا كنسمع قطر ولا مغرب كيف كتنظم صافي ماشي القزاق الهضر خصو يهضر راه مستعد في المغرب راه على حساب الفيفا مسوده في المغرب باش الجمهور ديالنا دابا الله يهديك ودابا لقيتيني انا قد يدك حاشا حاشا حنا مختار ولا كتعاود الوقت انا بغيت غير ترونسفير انا ترونسفير صافي انت ما فيهش المشكل اللي فيه حنا غنخلي وانا نخلي مرتبات ولد وجيبي تنسان المداخل وما كاينش باش ندخل وما كاينش باش ندخل مشكله
انا خاوي نخرج انا هنا جيت القطر والله ما كاين حتى شي واحد فينا حتى شي مغربي عنده شي وهاديك الشومه باغي نخلصو حنا الشومه ما تقولش حشومه حنا ما عندناش شكون اللي غايشي شكون اللي غايشي ما عملو السيت حنايا شكون اللي غايشي جا المغرب ولا غايشي جا بلا جمهور شكون قال لك ولا زدتي عليك ولا حبيت عليك الله يحفظك لا 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 ما كاينش مسؤول هذه الفيفا مشيو عندهم نصو هادشي اللي خصكم ولا بغيتوا الواقع هذا ماشي منافسه قريه او لاد البلاد هذه دوليه عندك تمشي نصو وتشوف معاهم وهذا الهضره اللي كنقولوا وانا الله غالب احنا ما عندنا لا لا كبيره والله ما عندنا حاجه في ما بغيناش وهذا كنوصل لكم الميساج كل امانه احنا في قطر صاحبي شوما نلقاو الصبنيون مع الرماد حتى من المغاربه الفيدراسيون ديال خدامين خلاص مشاو العنصريه الاسبانيول او لا لا ما دايرينش هما دايرين واحد السيستيم واش غادي نديروا الله يرضى عليك شوف شوف عمو 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 السيستم كاين ماشي دابا الله يعاونك الله يسعدك. تحية كبيرة للشعب المغاربة اللي جايين هنا.